السلام عليكم يا شباب، نبدأ مع بعض تشابتر 3. تشابتر 3 العنوان بتاعه Electromagnetic Induction. على عكس أي مرة تانية أنا هبدأ معاك التشابتر ده على طول بإكسبيرمنت عملي عشان نتخيل إيه اللي بيحصل ونشوف إيه اللي بيحصل. كلمة Electromagnetic Induction هتفهمها مع الوقت وتستوعب كلمة Induction مع الوقت، ولكن باختصار شديد جدا إنك تقدر توجد إلكتريستي عن طريق تغير في الماجنتيك فيلد. خد بالك أنا ما قلتش من الماجنتيك فيلد، تغير في الماجنتيك فيلد، يعني لازم قيمه الماجنتيك فيلد تزيد او تقل علشان يبقى عندك الكتريستي. زي ما انت شايف دلوقتي كده قدامك الماجنت ثابت في مكانه وفي جنبيه كويل سيركلر كويل او سولينويد متوصل بلمبه، مفيش اي مصدر للالكتريستي، مفيش اي مصدر للكهرباء. ولكن بمجرد ما انا امسك الماجنت واقربه حصل ايه؟ اللمبه نورت. طب لو اما ابعد الماجنت اللمبه برضو نورت. فاذا التغير في الماجنتيك فيلد اوجد لنا الكتريستي، ولو انت واخد بالك هي بتنور وبتقف، بتنور بتقف تاني او ترجع تطفي تاني. فالتغير ده مومنتلي بس، حاجه لحظيه كده، الكهرباء بتتوجد بعد كده بتختفي تاني. طيب تعال نجرب، يمكن الفكره في النورث بول، تعال نجرب نعكس الكلام ده، نجرب نمسك الساوس ونقرب الساوس نفس الكلام، نبعد الساوس نفس الكلام، يعني مش فارقه معايا قوي هو نورث ولا ساوث اللي بيقرب او بيبعد، في الحالتين كان في اندكشن، كان في كهرباء بتتوجد. طيب سواء كنت بقرب او كنت ببعد في الحالتين كان في الكتريستي. طيب تعالى ان احنا نجرب نخلي الماجنت جوه السولينويد بالمنظر ده، في حاجه حصلت دلوقتي؟ في حاجه بتحصل؟ لا، اللمبه لسه مقفوله. بس بمجرد ما امسك الماجنت واطلعه لقدام او ارجعه لورا ساعتها بيكون في اندكشن، ساعتها بيكون في كهرباء بتتوجد. طب لو سبته فوقيه هنا هنا مفيش حاجه، هنا تحتيه مفيش حاجه. لاحظ ان في اضاءه، في برايتنس، في الكتريستي مع حركه الماجنت، مش لما اسيب الماجنت مثلا جوه او ثابت بره هنا مثلا كده مفيش حاجه. انما لما بقرب او ببعد ساعتها بيكون في اندكشن، في الكتريستي بتتوجد. طيب تعال نجرب ان احنا يبقى عندنا كويل تاني بس عنده لفات اقل. تعال نشوف ايه النظام لما اجي ادخل الماجنت جواه كده. لسه في اضاءه بس مش بنفس القوه، يعني بص كده هنا وبص هنا كده، انهي اضاءته اعلى؟ اللي اضاءته اعلى هو اللي عنده لفات اكتر، لو هو اللي تحت. فاحنا لاحظنا من الاكسبيرمنت كده اول حاجه ان البرايتنس او الاندكشن بيتوجد لما بيكون عندنا حاجه اسمها ريليتيف موشن، حركه نسبيه. يعني ايه يا مستر؟ قصدك ايه؟ قصدي ان انا برضو ممكن اثبت الماجنت مكانه، يبقى الماجنت ثابت والكويل هو اللي يتحرك، او زي ما انا عملت في التجربه قدامك كده، ثبتت الكويل وحركت الماجنت، وفي الموقف ده كان في اندكشن. دي اول حاجه انا اتعلمتها. تاني حاجه اتعلمتها ان لما يكون النمبر اوف تيرنز كتير بيكون الاندكشن اكتر والبرايتنس بتكون اكتر، زي ما هنشوف دلوقتي. هنا الإضاءة، إنما هنا البرايتنس أكيد أعلى بكتير. تالت حاجة اتعلمتها إن اللي بيحصل ده الإندكشن ده، الإلكترومجنتيك إندكشن ده مومنتلي بس، حاجة لحظية بتتوجد وتختفي، بتتوجد وتختفي، ما هياش حاجة مستمرة.